نطمن اكتر، تعالوا مع بعض نروح فندق الاقامه قبل مباراه سموحه ونتعرف هناك من محمد توفيق زميلنا في قناه الاهلي على اخر الاجواء قبل المباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي وسموحه في الدور قبل النهائي من مسابقه كاس مصر موسم 2021-2022. طبعا النادي الاهلي بيدخل مباراه اليوم وهو يبحث عن لقبه 38 في تاريخ مسابقه كاس مصر. طبعا النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا وان شاء الله يبقى دائما هو الاكثر تتويجا بكل البطولات. يمكن الفريق استعد بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه، على طول عقب مباراه المصري الاخيره في الدوري الممتاز. الفريق يمكن اتدرب الجمعه تدريب خفيف، كان السبت اجازه، حد واثنين كان تدريب قوي جدا. يمكن التدريب الختامي كان مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان حريص جدا ويعقد محاضره مع اللاعبين لوضع اهم نقاط اللعب اللي هيلعب فيها الفريق باذن الله، وكمان اهم نقاط القوة والضعف في المنافس اللي هيبني خطته عليها في مباراة اليوم بإذن الله. من بعدها على طول الجهاز الفني اعلن قائمه من 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه. يمكن كمان كابتن ايمن الجدير بالذكر ان التدريبات الاخيره مش بس اخر تدريب، اخر ثلاث تدريبات للفريق كان حريص جدا الجهاز الفني ان يكون فيها فقره مخصصه للتدريب على ضربات الترجيح. طبعا مباراه اليوم في بطوله كاس مصر، وطبعا يعني وارد جدا ان احنا نوصل لضربات الترجيح، فكان حريص جدا الجهاز الفني على وضع فقره خاصه بالتدريب على ركلات الترجيح. يمكن الفريق على طول كمان من ليله امس هنا في معسكر الاقامه في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره اللي احتضن ان شاء الله المباراه في تمام السادسه مساء. كمان يعني من اهم الحاجات اللي كانت هنا في فندق الاقامه كابتن ايمن، كان اليوم بدا بدري جدا، الفطار كان في تمام التسعه والنصف، بعديه على طول كانت فقره التمرينات الخفيفه او مستر مارسيل الكرة على طول في فندق الاقامه يوم المباراه صباحا، ومن بعده كان الغداء في تمام الثانيه ظهرا، والمحاضره ابتدت في تمام الساعه الثالثه والربع. يعني في هذه الاثناء اللي احنا فيها لحظات على طول وهنتحرك على استاد القاهره باذن الله لبدء المباراه. يمكن عايز اقول لك اهم بقى الملاحظات في فندق الاقامه هنا هو ظهور اللاعب عمرو السوليه لاعب الفريق الغائب طبعا عن المباراه للاصابه في عضله السمانه. يمكن طبعا دي كعادة كل لاعبي النادي الاهلي الكبار ان هم بيكونوا دايما ملتفين خاصه في المباريات المهمه، خاصه ان دي مباراه نصف نهائي كاس مصر، فكان حريص ان يكون موجود مع زملائه ويتكلموا هو وكباتن الفرقه مع كل اللاعبين الموجودين. كمان قائمه المباراه تشهد اليوم لاول مره منذ فتره طويله تواجد محمود كهربا جناح الفريق. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله النهارده نشوف مباراه كبيره وتتوج ب ان شاء الله تاهل النادي الاهلي للنهائي. كمان بنتمنى التوفيق لطاقم الحكام، وزي ما حضرتك بتاكد وكل كباتننا الكبار في قناه النادي الاهلي بياكدوا احنا مش عايزين اكتر من العداله التحكيميه. طاقم تحكيم النهارده بقياده طارق مجدي، يوسف البساطي، هاني عبد الفتاح، عاطف حسن، وعلى تقنيه الفار سيد شعبان وشريف عبد الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله يقدم مباراه تليق باسمه وجماهير النادي الاهلي والصعود باذن الله المباراه النهائيه وخطوه كبيره جدا نحو اللقب ال 38 للنادي الاهلي. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، طمنا منه على الاجواء قبل بدايه المباراه. ان شاء الله كل مركز، كل اكيد عنده رغبه في الفوز النهارده. ده ماتش بطوله، انه هيوصلك لنهائي البطوله. ان شاء الله نستعيد البطوله اللي غايبه عننا.